استفسار صغير يا دكتور، شركة النادي الأهلي هيبقى فيها جزء، انت حضرتك قلت فيها هيبقى فيه شركات بتبقى شركات بتخش معاك مشاركة أو بجزء من الربح، يعني هتدفع فلوس ويجي لها فلوس نتيجة دراسة طبعا جدوى معينة. طبعا في أسهم هتطرح، يعني ممكن جماهير النادي الأهلي، أنا عارف وده بيوصل لجماهير النادي الأهلي نفسها تحس إنها بتساهم، يعني حاجة بتاعتها. يعني ده في أسهم هتتعرض ما هو طبعا لجماهير النادي الأهلي. بص كابتن، كل ده يعني إن شاء الله هيكون شكله مقدم من اللجنة، يعني مش أنا اللي هقوله، ده اللجنة هي اللي هتحدده وتقدمه لمجلس الإدارة. لكن كل الـ يعني الأوبشنز دي مطروحة، ان انت عندك، عشان كده قلت لك في الاول، يا اما هتفتحوا مثلا لشركات ولا تفتحوا لاعضاء النادي وجمهور النادي. ده انتوا اللي موجود عندكم التصور يا وده دكتور، موجود. انتوا اللي هو عندكم لا، ما هو التصور ده ده. اللي هيتقدم في 1 ديسمبر، عشان كده انا ما صرحش ليه ان انا اقوله دلوقتي، لكن ده كله احنا شغالين عليه. وفي 1 ديسمبر هيتم تقديم التقرير ده للنادي، للمجلس الاداره، ان انت تشوف بقى تشتغل ازاي. لكن كله في الحسبان، ان انت تقدر تفتح اسهم وتحط اسهم والجمهور يشارك والاعضاء تشارك وكل ده، ما هي دي شركه مساهمه، صحيح. فانت تقدر تعمل ده يعني. فانت هتشوف الانسب ليك ايه كنادي، ان انت تشتغل بالشق الاولاني، يبقى معاك مشاركه من شركات ويبقى الموضوع مقفول على شركات، ولا هتفتح الموضوع لاعضاء وجمهور. وان شاء الله انت في الحالتين هتقدر تمول الاستاد بتاعك أكيد. باذن الله. اكيد ان شاء الله. مع كمان يعني الشغل اللي اتعمل في الملف ده، مع مفاوضه مع شركات عالميه كبيره، وبرضه يتم ان شاء الله الكلام في ده او الاعلان او التصريح عن الاسامي الشركات دي وقت يعني وقت ما نكون خلصنا الموافقات دي، ووقت اللزوم الكلام ده يتقال، يعني مش هيتقال دلوقتي. لكن انا بطمن الناس، يعني بطمنهم انه الملف ده ما هوش معلق وما هوش يعني اون هولد زي ما بيطلع كلام كتير وخلاص. يعني النادي الاهلي مثلا اكتفى بتجربه استاد السلام، فبالتالي مش فعلا كده في كلام بيطلع ده هو ناس في كلام بيطلع. لكن بالعكس، هو كابتن محمود قالها في الافتتاح بتاع استاد السلام، قال ده لا يمنع ان احنا ماضيين على حلمنا الكبير وشغالين كلنا كمجلس اداره عليه وشغالين بقوه عليه. فبالتالي احنا شغالين عليه ومش هنهدى ومش هنسكت غير لما ان شاء الله المشروع ده يرى النور باذن الله. وهتكون البدايه من النادي الاهلي، اول تجربه رائده ان شاء الله، استاد عالمي ان شاء الله. لا بص، يعني اهم حاجه اي حاجه انا بقتنع بيها، يعني انا يعني في الحته الاكاديمي شويه، فانا بقتنع بالدراسات العلميه جدا. فطالما احنا الموضوع اتدرس صح، معلش يعني هو خد وقت لكن مفيش تقاعس، يعني هو خد وقت الاسباب، يعني خد وقت ان انت واقفه. انا يعني في مؤتمر مؤتمرات مثلا قابلت الناس بتوع توتنهام، دول واخدين احسن استاد في العالم السنه اللي فاتت. توتنهام على سبيل المثال قبل ما يبدا كابتن هاني تجربته، الناس اللي قائمين عليه يعني هم اصدقاء ليا، قال لك قعدوا كام سنه في الحلم ده، يعني الحلم ده، لان توتنهام كان عنده استاد قديم هو كان بيلعب عليه 35,000 متفرج، وبعدين عمل استاد جديد 60,000، بس عمل حاجه يعني عالميه فعلا، يعني وفيها كل الخدمات التجاريه والاداريه حواليها. عدد ايه بالظبط؟ الحلم لوحده من قبل ما يبتدوا 12 سنه. ياه، ده توتنهام يعني بيحلموا بس 12 سنة ان هو يعني زي ما احنا كده، اللي هو الحلم بقى، وبيحاولوا بيشوفوا الارض وبيشوفوا الموافقات ايه، وبيشوفوا التمويل هيجي منين وبيظبطوا الدنيا يعني بالرغم هناك اسهل. ايوه، لكن يعني انت في النهايه يعني الموضوع ما هوش سهل. فانت في النادي الاهلي ان شاء الله، يعني عشان كده الموضوع الاستاد ده انت بقاله من 10 سنين تقريبا، بالظبط من 2010 الفكره بتاعته طلعت. عشان كده ان شاء الله يعني باذن الله مع نهايه السنه دي يبقى في حاجه جديده في الملف ده ان شاء الله.